الخليقة. في البدء خلق الله السماوات، وحيث يوجد الله يوجد النور لا الظلمة. ألوف الملائكة تخدم الله في السماء وتخدمنا نحن أيضا. ليس في السماء نزاع أو حزن، بل فيها سلام وفرح على الدوام، لأن الله ساكن في أعلى السماوات والله محبة. بعد السماوات خلق الأرض، والأرض مكان عجيب وجميل، ولكنها في البداية عندما خلقها الله كانت تختلف كثيرا عما هي الآن. ورد في تكوين الإصحاح الأول والآية 2: وكانت الأرض خاوية وخاربة، أي لا شكل لها ولا يسكن فيها أحياء، وكانت أيضا مظلمة. ولكن الله كان يعمل، فالظلمة لا تؤثر عليه، بل هو يستطيع أن يشتغل في الظلمة كما في النور. بعد ذلك خلق الله النور. وقد تسألني قائلا: كيف خلقه؟ والجواب: خلقه بكلمته، قال الله ليكن نور، فأضاء النور وأشرق على الأرض المظلمة. النور جميل بعكس الظلام. الإنسان في الظلام يكون خائفا وغير مطمئن. كلنا نفرح عندما يولى الظلام ويأتي النور. نشكر الله الذي لا ينسى أن يرسل النور في كل صباح. بعد هذا أمر الله أن يكون على الأرض ظلمة ثم نور. والنور دعاه الله نهارا، والظلمة دعاها ليلا. جعل الله النهار لكي يستطيع الناس أن يروا ويشتغلوا. كلنا نعمل في النهار، ولكننا نتعب من العمل، وحين يأتي الليل ننام ونستريح، وفي الصباح يزول التعب. كل إنسان يتكل على الله لا يخاف من الظلام في الليل، لأن الله يلاحظنا ويهتم بنا. الله لا ينعس، وهو يوصي الملائكة كي تحرسنا ونحن نيام. لذلك يجب علينا عندما نصحو في الصباح أن نشكر الله لأنه حفظنا. في الأول كان مساء، وبعد ذلك جاء الصباح، وهكذا انتهى أول يوم صنعه الله. في اليوم الثاني استمر الله في عمل الخليقة، فصنع الجلد الذي نسميه الجو. والجلد مرتفع جدا جدا، وفوق الجلد توجد السماء، مسكن الله. فهل يستطيع الله أن يسمعنا عندما نكلمه؟ نعم، بكل تأكيد. كيف يسمعنا وهو ساكن بعيدا جدا جدا؟ الله قادر أن يكون موجودا في كل مكان، فهو يرانا ويسمعنا، ويستطيع أن يكون معنا في كل مكان نكون فيه. وعندما نصلي ولو بصوت خفيض كالهمس، يسمعنا الله بدون شك.